أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الحجر الغصيب في الدار رهن على خرابها. وقال صلوات الله وسلامه عليه: رب كم عاكف على ذنبه في آخر أيام عمره. هاتان المقطوعتان من خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن الأمية في الجانب النفسي، في البعد المشاعري، الإنسان في عالم اليوم لا يكاد يجد الكثير يمكن من الناس الأميين من حيث القراءة والكتابة بسبب هذا التمدن والتكنولوجيا، ولكن من حيث تنمية النفس والمشاعر ربما يجد أغلب الناس أميين. هذه الأمية أكثر بكثير ضررا على البشرية وعلى الإنسان من الأمية من حيث الكتابة والقراءة. الإنسان الذي لا يعرف قواعد الكتابة والقراءة هذا يعيقه خاصة في عالم اليوم عن الكثير من النشاطات الحيوية بالنسبة إلى الإنسان، ولكن لا يعيقه عن مفهوم الإنسانية، يعيقه عن المصالح. أما الأمية في النفس، الأمية النفسية المشاعرية، هذه أكبر معوقات حقيقة الإنسان. الإنسان حقيقته بتلك المشاعر المهمة القائمة في نفسه. هذه المشاعر عندما تبقى مترهلة غير مصونة غير مروضة، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: ولكن نفسي أروضها. هاي النفس تحتاج إلى رياضة. أهم موضوع يتبناه القرآن الكريم هو هذا الموضوع. لاحظوا، 11 مرة القرآن الكريم يحلف قبل أن يطرح هذا الموضوع، الأمية النفسية، يحلف بأعظم الكائنات. هذا لا يوجد له نظير في القرآن الكريم. في أفضل الحالات القرآن الكريم لا يتعدى عن 4 مرات من الحلف والقسم. وفي هذا الموضوع الأمية من حيث المشاعر، القرآن الكريم يحلف بالكائنات العظمى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. هذا بعد قسم بذات الله القدسية. والأرض وما طحاها، مكررا قسم ثاني. ونفس وما سواها، مكررا ثالثا. الله تبارك وتعالى يحلف بذاته القدسية من أجل بيان موضوع بالغ البساطة من حيث المفهوم، موضوع مزدوج. هذه
مرات العديدة من القسم تأتي على موضوعين مزدوجين، يعني موضوع واحد مزدوج الأطراف، طرفين، ذا طرفين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. موضوع البحث في هذا اليوم تزكية، الحديث عن التزكية. التزكية يعني التنمية. التنمية يعني شنو؟ يعني محو الأمية. هذا الحديث اللي الآن يطرح في العالم، محو الأمية، والبلاد الأكثر توغلا في الأمية تعتبر حسب التقرير الأخير جملة من الدول الأفريقية وبعض الدول الأمريكا الجنوبية، وكاتب في هذا التقريب بعض أفضل الدول الإسلامية هي أفغانستان، يمكن من أبرز الدول، من أفضلها تدينا وإيمانا والتزاما وعقيدة. حديث عن الموالين تعتبر أسوأ في قاع الدول التي تسعى لمحو الأمية. هذا الحديث اللي الآن جدا يثار. حديثنا في نفس المفهوم ولكن في الجانب الأساسي من حياة الإنسان، وهو إنسانيته. هذا الجانب المهم جدا. المشاعر تشكل أهم جوانب الحياة النفسية، الجوانب النفسية في الإنسان. الإنسان كتلة من المشاعر. هذه المشاعر التي هي ليست كل مفهوم النفس، ولكن هي العمدة من مفهوم النفس. عندما يريد الإنسان أن ينظر إلى أهم جوانب النفس الإنسانية تبرز كلمة المشاعر. هذه المشاعر تبرز في الصدر الأول من الأهمية في حياة الإنسان. قوة المشاعر، قوة نفسانية هائلة جدا ومعقدة للغاية. هم قوة هائلة تسيطر على الإنسان سيطرة بلا حدود ومعقدة للغاية. شنو هي المشاعر؟ حقيقة أهم نظريات علم النفس إلى يومنا هذا عجزوا عن تفسير هذه المفردة. شنو هي حقيقة المشاعر؟ التفسير الدقيق لها التأثير المطلق، عبروا السلطة المطلقة هذه المشاعر على شنو؟ حصول الانفعالات النفسية. الانفعال يعني الاستجابة النفسية. هذه الاستجابة النفسية تؤدي إلى عاملين أساسيين في تحقيق مصير الإنسان ونتيجة حياة الإنسان. العاملان الأساسيان شنو؟ شنو؟ التفاعلات النفسانية والتفاعلات السلوكية. تعبير عن هذه نسميها العمليات، لأنه هاك انفعال، هذه قوة المشاعر، قوة هائلة. هذه المشاعر تسبب استجابات نفسية، هذه الاستجابات النفسية تؤدي إلى تحقق عاملين أساسيين، عاملان أساسيان. شنو العاملان الأساسيان؟ العمليات النفسية والعمليات السلوكية. الإنسان عندما يغضب هذا عملية نفسية، غضب، وعندما يبطش هذه عملية سلوكية فيزيولوجية يسموها، يعني أعضائية. العمليات النفسية هذا الانفعال النفسي، هذه الاستجابة التي تحصل من المشاعر. المشاعر تؤدي إلى استجابة نفسية، هذه الاستجابة النفسية يعني الإنسان ينفعل، هذه المشاعر تولد الانفعال النفسي. هذا الانفعال النفسي، انفعال استجابة، يؤدي إلى عاملين أساسيين في تحقيق مصير الإنسان، وهو شنو؟ هذا الانفعال النفسي يؤدي إلى العمليات النفسية. العمليات النفسية الآن نذكر شنو.
هذه العمليات النفسية لا محالة تؤدي إلى عمليات سلوكية. هذه العمليات السلوكية تحدد مصير الإنسان، تفرض بلا إمكان للتخلف مصير الإنسان، تحقق مصير الإنسان في الجهة التي لا يمكن الانفلات عنها. العمليات النفسية مثل شنو؟ الغضب، الحسد، الطمع، هذه عمليات نفسية، هاي حالات لا ربط لها بالسلوك، تؤدي إلى عمليات سلوكية ولكن هي انفعالات نفسية. سمها مو انفعالات، سمها استجابة للانفعال النفسي، سمها عمليات نفسية. هالشكل، هذه اصطلاح، لأن القضية دقيقة جدا. لاحظوا لما الإنسان عنده فد شعور، يجد شيئا، يدرك شيئا، هذا الإدراك يخلي أن شعوره يبدأ بشنو؟ بالحركة. الشعور، هذا الشعور يخلي أن النفس يحصل فيها استجابة. بعض الوقت تشوفون الإنسان كالحجر في جنب الإنسان، لا تحصل للنفس أي استجابة، هذه الاستجابة يسموها انفعال نفسي. هذا الانفعال النفسي يؤدي إلى الغضب، إلى الحسد. هذا الغضب والحسد مفهوم عملي، عمليات نفسية، هذه فعل انفعالات نفسية نتيجة للانفعال الاستجابي للنفس. هذا فد مفهوم شوي دقيق. على كل حال، العمليات النفسية مثل شنو؟ العمليات النفسية كالحسد والطمع والقلق والخوف والضجر والحماس والاضطراب والاكتئاب، شوفوا هذه مو عمليات سلوكية، والهيجان، وفي قبال ذلك شنو؟ هم عمليات نفسية، هذه بعضها سلبية في الجانب الإيجابي، لأن العمليات النفسية تارة تكون ضد الحسد، الشوق هذا في القبال، والحب والسكينة والاطمئنان والخشوع والخضوع والاهتمام، في قبال الإهمال النفسي، اهتمام نفسي. تارة الإنسان تشوفون عنده اهتمام تجاه قضية، اهتمام، مجرد اهتمام، مو اهتمام سلوكي، اهتمام، عنده رغبة في شغلة، هذه الرغبة لا تؤدي إلى حركة العضلات، يسموها الحركة الفيزيولوجية، العمليات السلوكية، حركة العضلات، اهتمام. هذه مفاهيم ترتبط بالعمليات النفسية. العمليات السلوكية شنو؟ كالعنف والغضب والنشاط والحركة والاندفاع والثوران والضوضاء والصخب والنبض، وفي قبال ذلك الهدوء والوقار، هذه عمليات نفسية، والمرونة، التصرف الإنسان بمرونة في قبال التصرف بعنف مثلا، والجمود والكسل. هذه المفاهيم اللي تسمى العمليات النفسية والعمليات السلوكية فيزيولوجية، هذه تدير دفة الحياة، دفة الأمور في حياتنا كلنا. الآن شوفوا بالأربع وعشرين ساعة على مر السنوات، إحنا بين شنو؟ بين غضب وفرح، بين بطش ومرونة. هذه المفاهيم، هذه العمليات النفسية والعمليات السلوكية تدير دفة الأمور في حياتنا، كل حياتنا بين هذه المفاهيم. شوفوا من يقوم من النوم، يو الإنسان في غضب، يو في حالة هدوء. هذه الأمور كيف تحصل؟ كيف الإنسان يحصل في قضية عنده، تحصل عنده حالة غضب، وكيف تحصل عنده حالة هدوء ومرونة؟ هذه كلها تابعة لحالة الانفعال النفساني تجاه المشاعر، كلها أمور مشاعرية، كل حياتنا تديرها، دفة الحياة تديرها هذه المشاعر. هذه مو مهمة، لها التأثير النهائي في واقعنا وفي النتيجة المترتبة على هذا الواقع. شوفوا ايش قد أهمية صيانة النفس، رياضة النفس تكون عن ماذا؟ عن هذه المشاعر، عن هذه المفاهيم، لا ليس شيئا آخر، لأن هذه المفاهيم هي النهائية
في تحديد مصير الإنسان. الإنسان فذلك مختصرة، بعدين البيت القصيد في الحديث هنا. الإنسان القوى على نوعين، قوى دفع وقوى تقييد. مثال كلش قريب هو مثال المحركات أو السيارة، العربات، العربة أكو دواسة بنزين فيها أو أكو دواسة فرامل يعني بريك. كلتا الدواستين تمثلان القوى الموجودة في هذا في هذه العربة. الإنسان من أجل المضي قدما إلى الأمام يحتاج إلى ضغط على هاتين الدواستين، ولكن في الأهمية، في مقام الأهمية، رفع الضغط عن دواسة الفرامل تمثل التأثير مليون مرة أكبر من الضغط على دواسة البنزين. يعني إذا واحد يبدأ على كل حال بالضغط على هاتين الدواستين، مستحيل أن يحصد من وراء هذه العملية أي تقدم، وكلما يزداد ضغطا على دواسة البنزين لا يحصد أي نتيجة ما دام هو شنو ضاغط على دواسة الفرامل. فالأهم من ضغط الإنسان على دواسة البنزين أن يرفع الضغط عن دواسة الفرامل، مو هالشكل؟ هذه مسألة معادلة كل إنسان يكاد يفهمها، هذه جدا مهمة في الحياة. إحنا نمتلك في الحياة طاقات هائلة، كل واحد منا يمتلك مواهب، يمتلك فرص، يمتلك قوى، يمتلك مؤهلات، يمتلك مقومات، يمتلك الألطاف الإلهية، النعم الإلهية. كل هذه القوى، كل هذه المواهب والشطارة وروح الإقدام وكل هذه المفاهيم، كل هذه القوى والمقومات كلها تمثل دواسة البنزين، تمثل شنو؟ النقاط الإيجابية التي هذه النقاط الإيجابية تتعرى عن أي فائدة وإنجاز عندما يكون الإنسان ضاغطا بكل قواه على دواسة الفرامل. كل هذه المواهب تضيع، ما تضيع؟ الإنسان ما يقدر يحقق شيء من وراء هذه المواهب، هذه القوى. فمن هنا يأتي الحديث الأهم على الإطلاق، قد أفلح من زكاها، عن إدارة دفة الفرامل وكيفية معالجة المشاعر التي منذ الولادة الإنسان عندما يولد يولد بشنو؟ بمشاعر رديئة. الله تبارك وتعالى يقول قد أفلح من زكاها. ليش زكاها؟ الله خلقها، لكن خلقها بحاجة بالغة للغاية إلى التزكية، إلى التنمية، إلى الترقية، إلى الصيانة، إلى الرياضة. ليش؟ بدليل 11 حلف وقسم الله تبارك وتعالى يحلف. شنو هذا القسم؟ هم يكشف عن أهمية الموضوع، هم يكشف عن رداءة هذه المفاهيم التي الله تبارك وتعالى، هاي المشاعر اللي الله أودعها في الذات. الله أودعها، ولكن أودعها بأبلغ درجات الرداءة هذه المفاهيم. الدليل على ذلك هذا الاهتمام المنعدم النظير في القرآن الكريم بالنسبة إلى هذه المشاعر. أكاد أقول أن الإنسان منذ يولد كلتا قدماه وبأشد الضغط موضوعتان على دواسة الفرامل، دواسة البريك، البريك، إلى أن يموت يبقى على هذه الحالة، هج متشنج، العضلات القدمين متشنجة،
وشنو كلتا القدمين ماكو قدم أصل على دواسة البنزين، حتى لو كانت قدم على دواسة البنزين ما راح ينفع، المواهب ما تنفع، الفرص ما تنفع، كل شيء في الحياة ما ينفع، حتى أرث الآباء والأجداد الإنسان تدرون. إضافة فضلا عن هذه المواهب اللي يملكها، فضلا على هذه المواهب يملك شنو؟ يملك إرث، إرث من الآباء، بل حتى إرث من غير الآباء، من الغرباء، من الأجانب، هذه الطاقات الهائلة اللي أسلافنا حتى الغرباء كونوها أو دعوها في هذه الدنيا. خو هذه الطاقات ما تتبخر، خو ما تروح، موجودة. وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يضيع كل هذه الخلف. صحيح القرآن يقول مفهوم الوراثة، الوراثة هذه الطاقات الهائلة اللي موجودة، خو من يرثها؟ احنا نرثها، الآخرين تعبوا جهودهم، من ورثها؟ احنا وارثيها. هذه الجهود تضيع كلها، مو بس مواهبي، مو بس شطارتي، مو بس مكونات، مقومات البوتنشال على قولة الغربيين، بوتنسيال فرنسيين يقولون، البريطانيين يقولون بوتنشال، هاي مكونات مقومات، مو كل هذه يضيع، كلها تضيع هيجي، حتى الإرث يضيع، الجهود الآخرين آلاف السنوات تضيع. والحاصل شنو؟ أكو هناك نشاط، ولكن هذا النشاط لا يحرز أي تقدم. قلت مثل الضغط على دواسة البنزين، في نفس الوقت الضغط على دواسة الفرامل. الإنسان المتشنج، الإنسان العصبي، الإنسان العجول، الإنسان الطماع، الإنسان الحسود، هذا كيف يقدر يحرز تقدم في هاي الحياة؟ مهما يملك أموال، مهما يملك علوم، مهما هو عبقري، مهما هو ذكي، مهما هو فذ، كيف يقدر يحرز تقدم؟ كل هذه القوى، هذه المكونات، هذه المقومات كلها تصلح من أجل شنو؟ الدفع. بس ما دام أكو هناك قوى تقييد، قوى تحجيم، أكو قوى تحجم الإنسان، تبسمر الإنسان، تغرز الإنسان في مكانه، شنو فائدة قوى الدفع؟ ماذا تفيد قوى الدفع؟ فالأهم في الحياة ليس السعي في اقتناص الفرصة وفي استثمار الفرصة وفي الاستفادة من الفرصة، وليس أبدا أبدا في شنو؟ استثمار الفرصة أبدا. السعي الأساسي في رفع الضغط عن دواسة الفرامل، في معالجة هذه المقوضات، أكبر مقوضات هي هذه المشاعر، هاي نحتاج معالجة، هاي تقوض الإنسان، الطاقة تفشلها، تفكك الطاقة، هاي الطاقات اللي موجودة في الإنسان اللامتناهية، حتى النعم الإلهية. الله في القرآن يقول لك لا ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تفرح، هاي ما تنفعك شيء. آتاكم يعني شنو؟ يعني الله، يعني النعم الإلهية، الفضل الإلهي، الفضائل الإلهية، المواهب الإلهية، كل ما يعطيه، ما آتاكم ما من أدوات العموم، الله يقول لا تفرح بها، شو يفيد؟ ما دام الإنسان رجله كابسها على الفرامل، شو يفيد؟ روح عدل ذاك. كل هذه الطاقات اللي موجودة ما دام الإنسان يعيش في نزعات سلبية، هذه النزعات التي نسميها المشاعر، المشاعر التي دائما تدير دفة الحياة فينا، هذا الإنسان كيف يقدر يحرز تقدم ويبقى على حالته؟ كم عاكف على ذنبه، كلامه من المهم، في آخر أيام عمره هو هذا الذنب، هاي المشاعر، والله العظيم أكبر ذنب يرتكبه الإنسان بمنطق القرآن، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أكبر ذنب يرتكبه الإنسان إهمال هذه المشاعر، خليها على راحتها، عدم السعي في شنو؟ في محو الأمية المترسخة في النفس عبر هذه المشاعر الرديئة الهتاكة الفتاكة
المهلكة بلا حدود. شنو أقول؟ ما أدري شنو أعبر. إهمالها هتشوف. لذا حتى المواهب الإلهية ما تنفع. الله كرارا في القرآن يقول لا تفرحوا بما آتاكم. أنا حقيقة هذه العبارة تأرقني. آتاكم يعني الله آتاكم مو بما آتاكم. فالمرة الحديث يكون الدنيا كيف تعطيكم تمنحكم منح الدنيا لتفرحون. خب الله تبارك وتعالى يصرح لا الشيء اللي الله يمنحه هذه مكونات هذه ألطاف إلهية لتفرح. واضح القضية، القضية واضح. ما دام هناك أكو قوى تقيد الإنسان، الحديث عن الفرح والحديث عن المقومات حديث فاضي بلا حدود، حديث لا قيمة له، صخب. هاي المنافع كل حكي، هذا صحيح مقومات ما لها قيمة، كل مثل غبار في الحياة. هاي المنافع، هذا المواهب، هذه المكونات، هذه الطاقات الهائلة. الإنسان طاقة بلا حدود، مثل بحر ليس له سيف. بحر بحر ما له سيف، منه أبدأ مليون كيلومتر كله ماي. شو طاقات الإنسان؟ الإنسان طاقة هائلة. الله تبارك وتعالى يتباهى بخلق الإنسان. هذه الطاقات الهائلة، الحديث عنها حديث في غاية السخافة عندما يكون الإنسان مليء بمقوضات، مقوضات مقوضات. أكو فد مواد شغلة واحدة كل المقومات تتفكك، كلمة واحدة. الحجر الغصيب في الدار، يعني شنو؟ الدار فيها مليون حجر، الدار تقوم على ماذا؟ على ملايين الأحجار. حجر واحد، أمير المؤمنين يقول صلوات الله عليه، حجر واحد يصلح يكفي، رهن على خرابها، يصلح أن يفكك كل المكونات في هذه الدار. الحجر الغصيب، حجر واحد معقول؟ مقوض واحد يصلح أن يفكك كل المقومات في هذا الإنسان الهائل. هذا كلام أمير المؤمنين. ولاحظوا شوفوا بالنتيجة شنو. نعم يجي الإنسان على كل حال في هاي الدنيا ويبيع ويشتري ويكون ثروة، وبعدين يركب وينزل ويصعد. إنما الحياة الدنيا شنو؟ لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. تشوف اليوم فد ولد وبعدين فد حفيد وبعدين فد كذا، وزوجة ثانية ودار ثانية وسيارة فارهة. بس من وراء هذا الصخب شنو؟ شنو؟ هيك إنسان تشوف هو في نهاية العبقرية بس ما يقدر يدير طفل في قضية شخصية جدا بسيطة. ينهار، يبدأ إما أخلاقياته تنهار أو أعصابه تنهار أو أصلا يوقع يموت، يوقع يموت في قضية شنو؟ فد واحد أكله في كم فلس. أنت تمتلك المليارات، حتى لو ما تمتلك مليارات مالية أنت بالقوة تمتلك المليارات، هسه أكلها أموالك كلها راحت، يجي الخبر يموت. ليش يموت؟ ليش الإنسان ينتحر؟ يعني شنو؟ يعني كل هذه المكونات الهائلة بفيروس واحد، بمشاعر واحدة من المشاعر، شنو؟ الواطية، الضعيفة، الرديئة. كل هذا الكيان الهائل كله كله يتفكك. الحجر الغصيب، نقطة ضعف واحدة كفيلة، نقطة ضعف واحدة كفيلة أن تردي بالإنسان. هذا الإنسان اللي هو أشرف مخلوقات الله تبارك وتعالى. فالقيمة في الإنسان ليست بقواه ولا بمواهبه ولا بعطايا الله تبارك وتعالى، بأمر القرآن الكريم كرارا. القيمة فقط وفقط في معالجة هذا المفهوم عند الإنسان، مفهوم النفس اللي هي عبارة عن أبرز جوانب النفس، مجموعة مشاعر، مشاعر داخلية. هذه المشاعر اللي تدير دفة الأمور في الإنسان، تدير غضب الإنسان، تدير فرح الإنسان، تدير مرونة الإنسان وخشونته. هاي المشاعر
عندما تنثار يحصل انفعال، الانفعال يؤدي إلى شنو؟ تفاعلات، عمليات نفسية، العمليات النفسية تؤدي إلى عمليات سلوكية، العمليات السلوكية تؤدي إلى نتيجة خارجية، شئت أم أبيت، بشكل واعي أو بشكل غير واعي. هذه خلاصة الحديث في هذا اليوم. حتى لاحظوا نقطة مهمة، ليس الحديث هنا عن موضوع الثقة بالنفس، البحث هنا أجنبي تماما عن هذا الموضوع البالغ الأهمية، موضوع الثقة بالنفس، أحد المواضيع المهمة جدا في حياة الإنسان، ولكن حديثنا لا يرتبط بهذا الموضوع المهم. وهذا الموضوع المهم البالغ الأهمية يبقى موضوعا تافها جدا بالنسبة إلى موضوعنا في هذا اليوم. الثقة بالنفس ليست أكثر على أهميتها، ليست أكثر من قوة ترتبط توجد يمكن الإنسان يكونها، أو هي توجد بذاتها في النفس، تعطي للإنسان اندفاع كبيرة، تعطي للإنسان حيوية كبيرة، تعطي للإنسان حالة المبادرة، هاي الثقة بالنفس طاقة هائلة، بس تبقى هي طاقة. وحديثنا عن شيء يغاير مفهوم الطاقة أصلا، حديثنا عن شيء يقابل مفهوم الطاقة، هاي إحدى الطاقات، نعم من أهمها، أو عبر عنها أنها الثقة بالنفس. حديثنا مو ثقة بالنفس، مو كيف الإنسان يوجد في نفسه أو ينمي في نفسه حالة الثقة في النفس، لأن هذه الحالة مهما كانت بالغة تبقى طاقة، هذه الطاقة تتفكك بأبسط طريقة من خلال المشاعر، تتفكك هذه الطاقة مهما كانت هائلة، مهما كانت متكومة. حديثنا ليس عن ثقة بالنفس أبدا. حتى أكبر العباقرة والعلماء والعظماء والقادة، والقادة على صعيد العالم والأذكياء الأفذاذ، كلهم محكومون وخاضعون للتأثير المطلق لقوة المشاعر الفتاكة، تأثير بلا حدود، مطلق يعني من دون استثناء، تأثير مطلق. يستحيل عليهم الانسلال، انسل يعني يفلت، يعني الانفلات عنها، حتى لو أدركوها، حتى إذا أدركوا ما يقدرون، يعني يدرك أن التدخين يفتك بصحته ما يقدر ينسى، حتى العباقرة يدرك أن الغضب، أن الانفعال، حالة العجلة، يدرك لو أدرك، يدرك مدى فتكها. بعض وقت الإنسان يدرك عمق الفتك الحاصل بانفعال مشاعري واحد، ولكن لا يمكن أن شنو يحافظ على نفسه، ما يقدر ينسل من هذه الأضرار. ليش؟ لأنه ماكو رياضة، ماكو صياغة لهذه المشاعر، هذه المشاعر لا تصاغ ولا تحمى بالإدراك والفهم، فالعبقرية لا تجدي ذرة. يعني الإنسان العبقري والمعادي والإنسان اللي في غاية أجلكم الله الجهل، هذا متساويان، لأن حكومة المشاعر حكومة لا ربط لها أبدا بالجانب المعرفي أبدا. بين قوسين أقول أن المشاعر على قسمين، مشاعر معرفية ومشاعر نفسانية، هاتان المشاعر النوعان من هذان النوعان من المشاعر لهما تداخل غريب حقيقة، يحدث فد غموض هائل في الانفعالات النفسية. تدرون أكو مشاعر معرفية الإنسان يدري مثلا المال، صحيح ينفع كثيرا، وتحبون المال حبا، شوفوا حب، هذا مشاعر المال يكون عندما يعرف الإنسان المال، الطفل ما يعرف المال، هذه مشاعر معرفية. أكو مشاعر نفسانية، فتحالة أكو حالة العجلة، حالة الغضب، هاي مشاعر نفسانية مو مشاعر معرفية. هذا
المجموعة من المشاعر المعرفية مع المجموعة من المشاعر النفسانية، هذه تنصهر بعضها ببعض فد انصهار، تولد فد تعقيد بلا حدود، تولد فد حالات انفعالية في النفس. ميد الإنسان، الإنسان لما ما يدري مصدر هذا الانفعال، ممكن يشخص المصدر بس لا يمكنه أن يستكشف حقيقة هذا المصدر. لاحظوا العلماء الآن بسهولة يقدرون يقضون على البكتيريا، أنواع البكتيريا الضارة اللي موجودة عن طريق الأنتيبيوتيك، أنتيبيوتيك مضاد حيوي، كل أنواع البكتيريا الموجودة. ليش؟ لأنه يدركون أن هذا موجود، البكتيريا موجود ذات الخلية الواحدة ومن نوع صنف شنو النباتات، أما ما يقدرون يتعاطون مع الفيروسات الجرثومة، ما يقدرون أبدا لأنه ما يدرون شنو، يدرون أنه موجود، يدركون أنه موجود ذات ذا خلية واحدة بس ما يدرون الميكروب شنو، حيواني هذا من صنف فصيلة الحيوانات أو من فصيلة النباتات، لذا ما يقدرون يقابلون. إذا أكو ميكروب الإنسان حصل عنده التهاب في الـ في الـ في البلاعين مثلا، هذا الالتهاب تارة يكون يخضع لتكاثر البكتيريا، تارة يخضع لتكاثر الفيروسات. أبدا إلى اليوم العالم عاجز عن علاج الفيروسات. ليش؟ لأنه ما يدري، هاي يدري خليت موجود داخلية واحدة بس ما يدري حقيقتها شنو، لذا ما يقدر يقضي عليها. هاي المشاعر المعرفية عندما تنصهر في المشاعر النفسانية، مشاعر هذه تكون تولد فتشي لا مفهوم حقيقة، معالجته شبه محال، بس الله تبارك وتعالى يقول أنت اسعى، أنت حاول، أنا أخذ بإيدك، أنت اسعى قد أفلح. أفلح، شوفوا أصلا كلمة أفلح من زكاها، هو هذا معناته، أن أنت حاول في تنمية هذه المشاعر، صحيح؟ ستفلح. هناك أكو عملية خارجية إلهية تعطي نتيجة الفلاح، قد أفلح، هذا قد التأكيد. الفلاح هو النيل إلى المقصود، النيل إلى المقصود ربما تتضمن هذه الكلمة مفهوم عامل خارجي وهو الله تبارك وتعالى، بس أنت اسعى. صحيح غامض، هذا أغمض من الفيروس مليون مرة، هاي قضايا نفسية. والعد إحنا شو نسوي؟ إحنا محكومين للفناء؟ لا، الله تبارك وتعالى يقول أنا موجود في القضية، أنت اسعى، حاول تصونها ولكن نفسي أروضها، روضها، اخنقها خنق، خليها عليها لجام، اضبطها ضبط، اصهرها، خليها في ضيق. ما يمكن أن تصان إلا عندما تحشر هذه النفس وهذه المشاعر، تحشر المشاعر في ضيق هائل، الله تبارك وتعالى يضفي بركته على هذه الجهود فتحصل هناك شنو؟ فلاح، قد أفلح. ماكو هناك علة ومعلول، هناك سعي وهناك إضفاء إلهي، سعي من الإنسان وهناك بركة إلهية. حتى قلنا أكبر العباقرة عاجزون، العباقرة العلماء هذول الأذكياء هذول اللي دارسين، تشوفه دارس، هلا هلا أنا شايف شخص أكو هذا اسمه يدوي ولا يزال حي، يدوي عقول العالم، يسوي له أصلا مجسمات على كل حال، تماثيل في أفضل أكبر جامعات العالم، هذا فد إنسان على كل حال زوجة وطفلين ما يقدر يديرهم، مطلق زوجته ويمارس عنف مع أولاده، وفد شي فد إنسان. هذا القضية لا شأن لها أبدا بالمعرفة أصلا، فشي معقد خارج عن الإدراك. الأمراض النفسية المنتشرة، نريد نعطي فد صورة واحدة عن شنو الإخفاق في هذا المجال، الإخفاق في معالجة في صيانة المشاعر، صورة واحدة. شوفوا الأمراض النفسية المنتشرة كلها نتيجة عن هذه الحالة بشكل هائل، الاضطرابات العقلية،
الأمراض الجسمية الفتاكة، العلاقات الزوجية الفاشلة، الأسر المفككة، الحياة العلمية المضطربة، بعد ماكو مجال. هذه إحدى مظاهر فتك المشاعر. شنو؟ ليش؟ ليش هالمقدار الهائل من الأمراض النفسية؟ يكاد العالم على كل حال يكون بقضه وقضيضه تحت الأمراض النفسية، منتشرة بشكل غريب حقيقة. كل 5 أو 4 من أهل تلك الدولة العظمى يستعملون حبوب، الحبوب المهدئة للأمراض النفسية، الحبوب اللي ترتبط بالأمراض العقلية والكذا، كل 4 واحد منهم. شنو يعني ربع البشر في أكثر بلد متمدن ومتطور وحضاري وديمقراطي في العالم حسب ما هم يعبرون هذه الأوصاف. وبعدين لاحظوا هذا الجانب الأسوأ في القضية قبل أن نبدأ بالبحث عن هيكلية المشاعر. لاحظوا المشاكل والفرص، هناك مشاكل في الحياة، الإنسان مبتلى بكثير من المشاكل، هناك فرص، هناك إمكانات، كلتا العنوانين، كلا العنوانين بنفس النسبة منبع لانزلاق الإنسان في شنو؟ في الشهوات. يعني المشكلة تجعلنا نتصرف بسفاهة، المشكلة ما تخلينا نتصرف بسفاهة، صدقوني حتى الفرص تجعلنا نتصرف بسفاهة. هذا الشعر المعروف مال أبو العتاهية، إن الفراغ والشباب والجده، جده عندك فلوس، مفسدة للمرء أي مفسدة. مو بس المشاكل تجعلنا نتصرف بسفاهة، الإنسان لما عنده مشاكل شنو أجلكم الله يروح يشرب خمر العياذ بالله، مو لما تتراكم عليه المشاكل في أفضل الفروض يروح يشرب له ترياك مخدرات أو يشرب له جيجارة، هذا في أفضل الفروض إذا ما يهف راجدي بوجه زوجته، صحيح؟ المشاكل تجعلنا نتصرف بالسفاهة، هذه السفاهة تؤدي بنا الانزلاق في الشهوات والمهالك. والله العظيم حتى المواهب، حتى الشباب، شباب موهبة طاقة، حتى مو المشاكل، ضد المشاكل، حتى المفاهيم الإيجابية تجعلنا نتصرف بسفاهة. ليش؟ الذنب كله يعود إلى المشاعر، ماكو مشاعر مصاغة زين. هذا الشيء اللي الإنسان يحصله، إما يحصله كمشكلة أو يحصله كشنو؟ كموهبة، كفرصة. شنو؟ بسبب عدم وجود مشاعر منضبطة تؤدي هذه المشاكل على حقارتها أو على جسامتها، وتلك الفرص على ضآلتها وعلى خطورتها، كلها تؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ أن يتصرف بسفاهة بلا حدود. الإنسان لما يصبح مغموم يتصرف بسفاهة، هذا الشاهد، ولما يصبح فرحان يتصرف بسفاهة. الفرح يجيب بطر، إن الله لا يحب الفرحين. ليش؟ ليش؟ ليش الله ما يحبنا إحنا نفرح؟ إيش بيه؟ يعني شنو ليش؟ آية القرآن قالوا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، هذا تقرير من القرآن لكلام هؤلاء بالنسبة إلى قارون. كان يمتلك، هو منو أردى قارون؟ شنو أردى قارون؟ هذه مواهب، هذه فرص، هذه مو مشاكل. أكاد أقول أن المواهب والفرص تردي بالإنسان في السفاهة أكثر من المشاكل، ربما أقول. وكلاهما بالنتيجة بنسبة واحدة، المشاكل والفرص، التحديات والإمكانات بنسبة واحدة تؤدي بالإنسان إلى الانزلاق في شنو؟ في المهالك، في الشهوات. الإنسان عندما عنده فلوس دائما يفكر بزوجة ثانية، بطر هذا، ولما ما عنده فلوس هم أيضا ينصاع، عنده مشاكل
عنده مشكلة صحيح أعصابه متوترة هاي فد نزعة هاي نزعة. أكو الإنسان عنده ميل هائل للتنفيه عن نفسه. أمير المؤمنين يقول لما عنده مشكلة في حياته هاي المشكلة تدفعه بالقوة تدخله في شنو أن يروح يروح عن نفسه. هاي طبيعة الإنسان. فشنو وين يروح عن نفسه؟ العياذ بالله بالمباغي، العياذ بالبارات يروح يروح عن نفسه. شلون يروح عن نفسه الإنسان؟ مشكلة عنده العياذ بالله هاي المشكلة تؤدي به أنه يصير شيروم شراب في أفضل الفروض، شراب جيجارة في أفضل الفروض. هذا هذه حقيقة في نظري أفضل الهفوات الإنسانية جراء هذا الميل الشديد، النزعة الشديدة نحو شنو؟ الراحة. الناس طلاب العافية، أبسط قلق يلوح في الأفق لدى الإنسان هذا القلق يجره يضغط عليه بالقوة يحوله إلى أنه شنو؟ يروح يرتكب ماذا؟ مهالك. يرتكب يطيح في المهالك وهو يعلم، يدري هذه مهالك. يشرب أجلكم الله إلى أن يموت، يشرب يشرب إلى أن يموت وهو شنو؟ دكتور بروفيسور. العم رحمة الله عليه كاتب في إحدى كتبه أنه فد واحد أكو كانت هناك، على كل حال كان مؤتمر، مؤتمر كلش مهم حول مضار العياذ بالله الإدمان بالكذا أجلكم الله المسكرات. فيقولون عدة شخصيات إجوا ألقوا محاضرات جدا مهمة. الشخص الذي حظي بتأييد الكل وب على كل حال بالجائزة الكبرى في حديثه المتقن الجميل حول هذا الموضوع، يقول أنا ورا يوم أو يومين شفت نفسه هذا الدكتور اللي حظي بالجائزة الكبرى في الحديث المتقن الدقيق في هذا الموضوع، شفته على كل حال يترنح بالشارع يكاد يموت من كثر ما مبالغ في شرب الكذا. قلت له أخ أنت حجيك ذاك الوقت شنو هذا شنو؟ قال لي روح هذاك التصريف المحلي هذاك. على كل حال هذاك في المثل المعروف أعذبه أكذبه الشعر، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. يقولون ما لا يحكي، شعر حلو هائل جميل يعطي انطباعات رهيبة، بس شنو؟ يقولون ما لا يفعلون. بشكل ثاني تؤدي بنا إلى الانزلاق في مزالق الشهوات أجلكم الله، معذرة عفوا، والحماقات عفوا، والطيش والغباء والبلاء جراء شنو؟ هذا التعبير هو فكرت عنه، حفنة من المشاعر غير المسقولة. حفنة حفنة هواية أهتم بهذه الكلمة. حياة الإنسان تضيع جراء حفنة، حفنة حفنة الشيء الرديء السخيف اللي ما له قيمة، حفنة من المشاعر غير المسقولة. هاي حياتنا. المنابع والمصادر، تتكون المشاعر بقسميها المعرفية والنفسانية من 5 مكونات. المشاعر خلي نفهم إجمالا، هذا فهم إجمالي للمشاعر. هاي المشاعر المعرفية والنفسانية تتكون من 5 منابع. هاي 5 منابع 4 منها جدا مهمة الآن أذكرها، يبقى 1 منها يحتاج إلى بحث مستقل إن شاء الله في المستقبل. أولا المنبع الأول المصلحة والمفسدة، هذه الأشياء اللي تكون المشاعر، مصالح مفاسد. هسه نجي نعرف هذه بشكل مختصر كلش. المصالح والمفاسد، الأمل والخيبة، خيبة الأمل، الجذب والقرف، الانجذاب وضد الانجذاب القرف، الدينية والعلمانية، المشاعر الدينية والعلمانية. المنبع الأول المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد شنو؟ هذا تعريفه الأساس الفطري للمصلحة. هذا تعريف المصلحة، لاحظوا، الإحساس اللذيذ الذي يصحب نشاطا يبلغ الأهداف دون عائق نفساني وعلى الرغم من جميع العوائق الخارجية ويعارضه مفهوم المفسدة. هذه المصلحة. لاحظوا أكو انجذاب، فتحالة في النفس
نعبرها عنها إحساس لذة في النفس. هذا اللذة الإنسان عندما يشوف شيء من مصلحته، هذا شنو يحاول هذا اللذة تولد نشاط. الإنسان ينشط لأنه عنده مصلحة، صحيح، ويصل دون عوائق، مو عوائق خارجية، عوائق نفسانية. في الحياة مستحيل أن الإنسان يخوض جانب من الحياة دون عوائق، ما ممكن. أكو فد مجال في الحياة فاضي منتزع العوائق؟ لا، العوائق النفسية. يعني عندما تحس بهذه اللذة لأنها من مصلحتك، أنت من دون أي أذية ومن دون أي إحساس شنو تعب تؤدي فتشي. عوائق معناتها عوائق نفسية مو عوائق خارجية، بالرغم من وجود العوائق النفسية الخارجية. الإنسان هذه المصلحة، هذه المصلحة بالنتيجة الإنسان يدري هذا هاي الشغلة في مصلحته. شنو الإنسان لما يروح للحاج هو برجله وبجهده ويدفع فلوس يروح يدخل فيروس بجسمه، شايفين بعدين أسبوع عظامه تتألم، هذا اللي يسموه التطعيم، مو ليش؟ مع أنه هذا يدمرك، يخليك أسبوع للصبح. إحنا هواي مجربيها حقيقة، إنسان للصبح عظامه هتشي 24 ساعة تعوره، لأن هذا فيروس يدخله التطعيم مال الحاج. أنواع التطعيمات هم أكو، بإيدك وبكل إرادتك وبكل اندفاعيتك تقدم على شنو شيء، وهذا ما يعيقك أي شيء نفساني. بكل رحابة صدر تروح تغرز الأبرة في جسمك، ليش؟ لأن هاي مصلحة. الإنسان إذا راح للحاج الفيروسات هناك شايدة كلش كبيرة، تجي تلحفة تشنفف من الحياة. هذه مصلحة يسموها المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد، المصلحة هي مفهوم لذيذ في الجسم، في النفس. هذا المفهوم اللذيذ يصحب نشاط، هذا النشاط يؤدي إلى النتيجة من دون عائق. هذا تعريف المصلحة، هذا في علم النفس كيف يعرفه، من دون عائق، بس مو عائق خارجي. ممكن العوائق الخارج، يعني أنت لما تروح في البازار في السوق تنشط وتحاول تطلع فلوس، أكو ألف عائق بس أنت ما تحس بواحد منهم لأنه عندك شوق هائل لشنو؟ لهذا الشيء. فلذا تصل إلى النتيجة من دون أي معوقات. بس ديروا بالكم المعوقات هذه نفسانية، ليست معوقات خارجية، لأن المعوقات الخارجية لا يمكن أن تخلو قضية منها. الحياة دار بالبلاء محفوفة طبيعية. هاي مفهوم المصلحة. المصالح والمفاسد، المفاسد مفسدة واضح ضد هذه الأشياء، أشياء اللي تولد ضد اللذة هذه. وعلى كل حال التي يفر الإنسان منها يسحب نشاطا معاديا للوصول إليها، يعني يخالف هذا. واضح الإنسان تعرف الأشياء بشنو؟ بأضدادها. الإنسان إذا عرف الضد يقدر يدرك المفهوم الحقيقي للشيء الذي يضاده. المصلحة على ثلاثة أقسام، يقولون في وأو وبين. المصالح تارة المصلحة تكون في الشيء، تارة المصلحة تكون مرددة بين هذا وذاك، الله يخلي الاستخارة. أكو تارة في المرحلة الثالثة، هاي مصلحة أو، صحيح، وتارة تكون مصلحة بين. يعني أكو مصلحة مقسمة خمسة أشياء، تارة المصلحة تكون في شيء، تارة تكون مرددة المصلحة بين شيئين، تارة تكون مقسومة بين أشياء. هذه ثلاث أنواع من المصالح. إحنا دائما حياتنا المفاسد هكذا، المفسدة في شغلة واحدة. على كل حال المفسدة مثلا في شرب الخمر مثلا، أو إناء مردد، ما أدري، واحد منا ماي واحد منا شو اسمه. تكون هذا بحث كلش في العلم الأصول في الفقه بعد هذا كلش مأنوس، مردد. المصالح الخارجية من شكل مرددة بعضها، مو معلوم شنو. أنا الآن على كل حال هذه مال أموالي أرصدها في تجارة كذا أو في تجارة كذا، أكو مصلحة، هاي أموال، لأنه بس هاي المصلحة ما أدري مرددة بين شنو، مثلا في العقار أو في مثلا في العملات الخارجية، ها مثلا الآن أكثر الدواهي في السوق هو هذا، أن الإنسان يرصد الأموال في وين. في مرحلة ثالثة مقسومة، أنه هناك فرص متعددة، صحيح،
كلها قطعا فرص، والفرصة الكبرى مقسمة على هذه العناوين. هذا نوعية الشسمة. المصلحة تشكل أهم دوافع الإنسان في الحياة، 90%. حتى الناس المتدينين، حتى الناس الملتزمين، أخيرا المصالح والمفاسد غير الدينية تحكم حياة الإنسان في 99 يمكن بالمية أو 90% من حياة الإنسان. أكثر المنابع تأثيرا في حياة الإنسان هذا المنبع، منبع المصلحة. الإنسان ينصاع للمصلحة حتى لو خالفت شنو؟ دينه، حتى لو خالفت أهم مبادئه. قلوبهم معك وسيوفهم عليك، شوفوا إلى أي درجة. هذه نهاية الجانب المخزي لانصياع الإنسان شنو؟ لمنبع المصلحة. أسوأ جانب، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. المصلحة تقتضي على كل حال مصلحة الحياة. هذا المنبع، لاحظوا، يشكل هذا المنبع التأثير الأكبر على صنع شخصية الإنسان ونموه في مختلف المجالات وعلى سلوكه، يعني التأثير الأكبر على سلوكه واندفاعاته واهتماماته بشكل لا شعوري عموما وبشكل واعي في بعض الأحيان. يدري في أغلب الأحيان ما يدري. المصلحة تخليه ينجرف. أكو مبدأ ديني، يحاول يفسر هذا المبدأ الديني بما يتوافق مع المصالح. شوفوا هذا لا واعي حقيقة. هذا التفسير اللي في الجلسة الماضية بحديث مفصل، أنه كيف الإنسان نزع لأن يفسر النصوص الدينية بما لا تخالف مصالحه الشخصية. هذا الأكثر تأثيرا، هذا المنبع، أكثر المنابع الأربعة اللي نذكرها تأثيرا في حياة الإنسان. هذا المطلب. المنبع الثاني، الأمل والخيبة. يمثل الأمل والرجاء الضمانة. الإنسان ليش يعيش أصلا؟ يقولون الإنسان يعيش بالأمل. الضمانة، الأمل هو الضمان الأكبر، والثقة بالنفس والقدرة على تحديد الأهداف. الإنسان اللي ما عنده أمل، ما عنده رجاء، ما يقدر يحدد أصلا أهداف. والنزوع التفاؤلي والتشوق إلى الحياة في الحاضر والمستقبل. الإنسان ليش عايش الآن؟ بالأمل يعيش. هو الآن كيف الآن يروح إلى البيت، يقوم عضلاته تنشط، يروح للسوق؟ إذا ما عنده أمل ما يروح للسوق، يقعد بالبيت. العياذ بالله، استجير بالله. إذا في الواحد أدرك أنه العياذ بالله مصاب بكذا، بسرطان العياذ بالله، أو مثلا لازم يموت، هذا بعد ما يروح يتسوق، مستحيل قدماه تحمل للتسوق. حتى في أهم أبعاد الحياة، لو مليار فلوس دين باق ينباق، ما يهتم بعد، ما تتحرك العضلات. هذا الأمل، هذا اللي يكون الحياة، هذا اللي يحرك العضلات. ويمثل القنوط والابتئاس ضد هذا المفهوم. فالكلام أكو من أرسطو في غاية السخافة. الحاضر هو موضوع الإدراك، هذا كلامه، والمستقبل هو موضوع الرجاء. الحاضر أنت تدركه، المستقبل عندك أمل به. هذا الكلام مو صحيح. الحاضر هو موضوع الإدراك، أبدا الحاضر مو موضوع الإدراك. تارة أنت تدرك وتارة لا تدرك. الشيء الحاضر ممكن يكون إدراكي، هسه إدراكي علمي أو إدراكي سلوكي، ممكن يكون لا إدراك. أنت في الحاضر العياذ بالله الإنسان اللي بالسجن وجاي ياكل كتل، هذا مدرك الأذى. هذا التعبير مو صحيح. أصلا الإدراك مو من سنخ الأمل، فلا يمكن تقسيم شيء بين الحاضر والمستقبل بين مفهومين متباينين. الإدراك مفهوم علمي، مفهوم معرفي. الأمل مفهوم شنو؟ يرتبط بالجانب المشاعري.
فكيف يعني التقسيمات لازم تحافظ على هذه المعايير. عندما تقسم شيئا متقابلا لازم تعطي مفاهيم متقابلة من شنو؟ من مقولة واحدة. صحيح ولا؟ هذا التعبير من أرسطو مو صحيح. أقول يبدو لي للنظر أن الحاضر يخضع لشنو؟ للقضاء والقدر. الحاضر مالك ما يخضع لإرادتك ولأملك أبدا، لا لأملك ولا لجهودك. الآن قضاء وقدر شنو كان سابقا؟ الإنسان كيف تصرف في السابق؟ حاضره محكوم للسابق، محكوم سواء إيجابيا أو سلبيا. الحاضر من مقولة القضاء والقدر، الحاضر يخضع لللابدية العقلية، للشيء اللي لا يمكن التملص منه. الحاضر ما يقدر واحد يتملص منه. أنا الآن العيادة بالله مثلا مريض، خوش أسوي؟ ممكن أعالج المرض بس ما أقدر أنفيه، أجرد نفسي من المرض، تجريد من أصل الوجود يعني. ممكن أخلي هذا المرض شيئا فشيئا يتلاشى. الحاضر بسبب الإنسان التفريط اللي مسويه في السابق، حاضره هو تفريط أو لا؟ لا، غير تفريط، جهود. تعبان سابقا، الآن هو عالم خلاص، بعد ما يقدر يرجع إلى الجهل. هاي الحالة الحاضرة قضاء وقدر، هذه حاكمة لا يمكن أن يفلت الإنسان منها. هذا التعبير يمكن يكون أدق. لاحظوا الحاضر موضوع القضاء والقدر، الاختياري ولا اختياري. تدرون القضاء والقدر بعض وقت اختياري، يعني الإنسان هو يدرس فيصير عالم. هاي النتيجة مقدماتها مقدمات اختيارية أو لا اختيارية، تجي في الطابوقة هالشكل تايها. القضاء والقدر تدرون بعضها لا اختياري، أنا ما مسوي شيء، جاي أمشي طابوقة تجي توخر الإنسان، تنقله إلى لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. هاي لا إرادية، قضاء وقدر. هذا حاضر. وموضوع اللابدية العقلية التي لا تستجيب، اللابدية العقلية، لأي محاولة تفصي أو تملص أو تخلص، سواء في الجانب الذاتي أو الآثار المترتبة عليه. شيء الإنسان ما يملكه، لا هو هذا الحاضر الموجود والآثار المترتبة عليه. لأنه هذا الحاضر، الإنسان اللي يملك مال بسبب الجهود، هذا حاضر، هذا المال فيه آثار كثيرة. الإنسان لا يملك الحاضر، لا يملكه، لا يقدر على تغييره، ولا يقدر على الآثار المترتبة على هذا الحاضر. نعم، المستقبل هو موضوع الأمل، هذا البحث اللي موجود الآن. هذا المنبع، لاحظوا، الأمل في أغلب الأحيان يلازم الانزلاق في الأوهام. 99% من الأمل أوهام. الإنسان يعقد آمال أغلبها في الحياة، يأمل أنه يحصل فلوس، يأمل أن يبلغ مثلا الأهداف الكذائية، كلها آمالك. ومع الأسف أن هذه الآمال هي وقود هائل. الأمل تدرون به دافعية بس وقود بلا محرك. تشوف الفرد دائما، الأصدقاء لما أقعد وياهم ناقمين على حياتهم، ناقمين على ظروفهم، يلعنون أسلافهم، يلعنون البيئة اللي عشوا فيها. على كل حال، لأنه يشوفون يمتلكون طاقة هائلة مهدورة. هاي الطاقة الهائلة المهدورة يتصور أن باب القضية مو بالطاقة. هذا الأمل صحيح طاقة، تدرون هاي ثقة بالنفس، هذا كلش مهم. بس إنسان يمتلك بقد الدنيا كلها بنزين بس ما عنده محرك، هذا البنزين ما يقدر يوديه في شبر. الأمل كثيرا ما يكون أمل وهمي، ينزلق الإنسان في الأوهام، يعيش في أوهام، عنده آمال ورا 60 سنة يفتهم أنه يوم اللي يشوف عزرائيل يفتهم أنه كلها كانت أوهام. هذه من الجانب الكارثي في الحياة. الأمل في أغلب الأحيان يلازم الأوهام الشخصية ولا ينفك عن الأوهام. نعم، لاحظوا فتكلمة، الإنسان إذا كان في حياة قاسية في سجن لازم يمتلك، يصطنع لنفسه أوهام، لأن هاي الأوهام تمسك ظهره. الإنسان اللي تحت تعذيب في ظروف قاسية
أمواله رايحة، جسمه مريض في حالة مرض مثلا، في سجن تحت تعذيب، هذا أشوى شيء، أفضل شيء بالنسبة إليه الآمال الخارج عن المعايير، يعني الأوهام. الآمال إذا ما توافقت مع المنطق، ما توافقت مع العقل، الأمل يتحول إلى وهم. هذا الوهم أحوج ما يكون الإنسان إليه في الظروف القاسية. الإنسان إذا، لأن الإنسان يعيش بالأمل، لما الإنسان جاي يأكل تعذيب، جاي الحياة تسحقه، جاي الحياة تسحقه، رأسا لازم يعول على آمال ولو وهمية، ويدري أنها وهمية، يقول إن شاء الله تنتهي، إن شاء الله هذا السنة ولو 10 سنوات إن شاء الله باشر يطلعوني. لأنه ليش؟ لأن الدمار الحاصل عن فقدان الأمل هذا أكبر بكثير من الدمار الحاصل من خداع العقل. اخدع نفسك، اصنع لنفسك أوهام واعرف أنها أوهام، هذه تفتك، هذا خداع عقل. هذا كم فيه من المفاسد، هذا أقل بكثير من العيش بلا أمل، خاصة تحت وطأة القسوة، قسوة الحياة. عندما أكو قسوة في الحياة، العيش بلا أمل دمار بلا حدود. اخدع على عقلك أحسن، أقل تعيش، تعيش أقل، هذه القساوة ما تقضي عليك، هذا وطأة القساوة، حدة الأذية أقل تتخفف. هذا الوهم اللاعقلاني اللامنطقي كثيرا ما الإنسان يحتاج إليه حاجة بالغة، فمو كل وهم باطل، ها لا، خاصة أقدر أقول هاي فت كلامها، ما أدري أقدر أبرهن عليه يا لا. على كل حال الحياة، كل الحياة قاسية أصلا، وين أكو في الحياة شو اسمه، إحنا نعيش كل أيامنا، هذا بسبب طبيعة الحياة، غير الجانب الإفسادي اللي الإنسان هو يفسد في الحياة، يخربط المقومات مالته، لا لا، هي الحياة دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، بينما الإنسان منها في سرور إذ أشخصته إلى محذور، كل الحياة شو اسمه. فلازم الإنسان يعقد أمل، هنا يجي الأمل الديني. فالإنسان اللي يعول على الأمل الديني، هذا الأمل بالمطلق، بالقدرة المطلقة وبأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا اللي لا يمكن العيش أبدا بدونه أبدا. إذا انتزعنا هذا المفهوم، وهذا مو وهم، هذا عين المنطق، هذا مو وهم، ممكن يعتبروه وهم، بس لا، هذا أصلا نهاية المنطق. المنبع الثالث، الجذب والقرف. يمثل هذا المنبع مفهوم الانطباعات النفسانية تجاه المفاهيم. شوفوا الحياة أكو أشياء بها إثارات، انطباع الإنسان تجاه هذه الإثارات هذا منبع الجذب والقرف. إذا فتشي جميل صحيح، الإنسان يحصل عند هذا الجمال بإثارة، هو هذا الشيء الجميل يعطي إثارة جمال جذابية، فتحصل حالة انطباع في النفس. هاي الحالة، هاي حالة مشاعرية، هذا الانطباع الحاصل في النفس تجاه الأشياء الجميلة هذا انجذاب يسموه. أو القرف صحيح، حالة ردة الفعل، حالة التضجر من شغلة قبيحة مثلا، هذا الشيء القبيح يعطي شنو؟ يعطي يعني يثير مفهوم، هذا المفهوم الفاسد الذي يثيره الشيء القبيح، هذا المفهوم يحصل انطباع في النفس، هذا الانطباع هذا يسموه انطباع ميل وانطباع شنو؟ عدم ميل، قرف يعني لعبان نفس. فد أشياء هذا مفهوم في كل الأشياء، يعني في الأشياء الجميلة، في الأشياء العظيمة، الإنسان يحس في شيء جدا عظيم، يحس في شيء تافه، هذا الحس هذا انطباع، هذا الانطباع مشاعر، هاي المشاعر من وين تحصل؟ من الأشياء الخارجية، تحس أن شغلة جدا دقيقة أو شغلة لا كلش متفككة، هذا الانجذاب هذا انطباع نفساني يرتبط بمشاعر. لذا تشوفون فد واحد المشاعر باعتبار أنها تختلف، هذه الانطباعات
تختلف باختلاف الأذواق. تشوفون فد واحد ينجذب إلى طعام وفد واحد يكون الطعام بالنسبة إلى لعبان نفس. هذا اختلاف الأفراد، اختلاف الأذواق، اختلاف الزمان، المكان، الظروف. هذه الاختلافات باعتبار أنها تعطي إثارات مختلفة، فلذا يحصل انطباعات مختلفة. أخوين واحد منه يحب الأكلة الكذائية للموت أفضل أكلة عنده، وأخوه اللي من صلب أمه وأبيه كذا تشوفه مقرف الطعام بالنسبة له كذا. الجمال هكذا، العظمة هكذا، تشوف واحد يعتبر مثلا هذا الصرح جدا عظيم، مثلا هذا الخط جدا جميل، صحيح؟ هذا الوجه، هذه الملامح جدا جميلة، والآخر يشوفها سخيفة. على كل حال لعبان نفس. هذه ليش؟ لأن الانطباعات تحصل من الإثارات الموجودة في الأشياء. هسه إثارة دقة أو إثارة جمال أو إثارة عظمة أو إثارة أي شيء من هالمفاهيم. هذا إحدى المشاعر، هاي المشاعر اللي تتحكم فيها منابع واحدة من المنابع الأساسية للمشاعر، مسألة الانجذاب والقرف المربوطينها بشنو؟ بمفهوم، بحالة الانطباع الحاصلة من الأذواق. هم صار شعر الانطباع الحاصل من الأذواق. فلذا اختلاف الأذواق، اختلاف الزمان والمكان. شوفون فتشي فثوب مثلا جدا أنيق الآن، بس مثلا سابقا هذا ما كان شو اسمه. هاي شايفين الآن الموضة عجيبة، هاي الصرعات اللي جاي تطلع، ثياب مشقق ينطوها يشققوها، هذه الآن أفضل الأفخر أنواع الثياب. هاي سابقا الواحد يلبسه كانوا يطوا فلوس، يخلون بيده فلوس. الآن تشوف مثلا رجال ملياردير، ها ملياردير يمتلك مليارات، يلبس يطي الثوب ماله حتى يمزقوه، ما أدري شلون يحرقون في المكان ماله. هذه تغير الحالات والأزمنة والأمكنة والظروف والطباع. يعني الأذواق تعطي انطباعات مختلفة، فلذا هاي الشعائر اللي أكو حديث أنه هذه مثلا الشعائر هذه مقرفة، خب بالنسبة لك مقرفة، أنا بالنسبة لي لا، هذه أوج الكمال الإنساني من أجل تعبيري أنا تجاه مولاي مثلا، هذه كل زينة. الأذواق مختلفة، أنت ما يصير تحكم عليها هيك شكل، أنت بذوقك الشكل، أنت روح وامشي ورا ذوقك مثلا. هذه فد مسألة كلش مهمة، هذا اللي يسموه عادات وأشياء اللي مرتبطة، هذا ترتبط بترسخات موجودة في النفوس المختلفة. شوفوا هذا هالشكل يحب هذا الطعام، فد أكلة على كل حال مثلا لبنانية، ممكن أنا العراقي ما أستذوقها، خب ما يصير أنا أقول هاي أكلة مال أجل لكم الله حيوانات، خب ما يصير هذا الطر. أنت من لبناني ما يصير تيجي تحكي علي أنه هاي ممارستك الشعائرية هذه فلان تشين وهذه كذا، ما يصير أنت بابا. الأذواق على قسمين، شخصي وعصري. الذوق ها تدرون الذوق يرتبط جزء منه بالشخص تختلف، فالجزء من الذوق يرتبط بالعصر والعصور. الشخصي يشمل الشخصي الفردي أو الشخصي العوائل أو الشخصي القبائل، هذا شخصي كله، لأنه مو بالضرورة شخصي يعني أنا، لا احنا عراقيين نحب هاي الأكلة مثلا، هذه تعتبر شخصية. الجزء الثاني عصري يرتبط بالعصور. المنبع الرابع وهو الأخطر على الإطلاق، هذا الباروت، هذا كله باروت، الحكي فيه شرارة واحدة تصلح حرب، لأنه باروت كله. المشاعر الدينية اللي تقابلها المشاعر العلمانية، مو علمانية، معروف بعلمانية يعني لا دينية. أكو مشاعر في داخل الإنسان، مشاعر ميل إلى الدين، إيديولوجيات هذه يسموها، في قبالها التحرر عن الدين، هذا أخطر المنابع الأربعة على الإطلاق. مفاهيم روحانية معرفية، بعضها روحانية، يعني الدين شنو؟ مفاهيم روحانية، هذا الدين اللي يمتلك الإنسان، الإنسان عنده دين، هاي جزء منه معرفة، جزء منه ميل روحاني، إنسان يميل إلى المطلق، هذا الرب، يميل إلى الحب، يميل إلى عقد الارتباط. الدين هو شنو؟ هاي المفاهيم الدينية، المشاعر الدينية مفاهيم روحانية معرفية نابعة عن حق الدين، تتراوح عادة هيجي بين مفهوم الانقياد والاستسلام. المفهوم الديني فالجزء منه انقياد واستسلام،
ومفهوم الاتصال المباشر بالمطلق، هذه تتراوح هذا المفهوم الديني، المشاعر الدينية بين هذه العناوين. في الجملة أكو استسلام، عبودية، هذا في الجزء من المفاهيم الدينية. في الجزء آخر، الطرف الآخر من المفاهيم الدينية، حس إيجاد الارتباط بالمنبع المطلق، بالفيض المطلق. هاي الكلمات الفلسفية، ويقابلها هذا المفهوم مفهوم التحرر من كل ذلك. هذا التحرر يسموه علمانية. علمانية يعني علم، ماكو دين، علم. علمانية هو مأخوذ من العلم، يسموه علمانية يعني لا دينية. يمثل هذا المنبع أكثر المنابع جدلا ونقاشا، وأعظمها مأزقا ومعضلة، وأشدها غموضا ولغزا عبر التاريخ. كما أنه هاي المشاعر الدينية تمثل الشرارة الأساسية لأقسى وأفتك الحروب والنزاعات والتوترات والخصومات والتباغضات وإلى ما إلى ذلك. هذا فد منبع هو الأعقد، هو الأكثر تأثيرا في حياة الإنسان، هي الأهم في الحروب. موضوعين مهمين جدا في هذا في هاي المشاعر. أولا، المشاعر الدينية، الدين يتولى كل أمور الإنسان، فالمشاعر الدينية تشكل التنوع الأكبر عددا بل لا محدودا. بسبب شنو؟ تدخل الدين في كل أبعاد الحياة. تدري الدين حتى لما الإنسان يريد يروح للحمام أجلكم الله، للمرحاض، الدين يقول له خلي رجلك اليمنى بعدين. شوف شنو تدخل الدين. لما الإنسان يريد يمشط، الدين يقول مشط لحيتك 7 مرات كذا وبعدين 7 مرات كذا. شوفوا شلون تدخل في أحقر الأمور، الدين إلى تدخل. لذا أكتن المشاعر الدينية لها تنوع هائل. بسبب شنو؟ تنوع الحياة. الدين له تدخل في كل جوانب الحياة. هذا اللي لا يروق للعلمانيين، لهؤلاء اللي يعادون الدين، لهؤلاء اللي ضد الله ولا يعتقدون بوجود الله تبارك وتعالى. ليش؟ وإن الدين يتدخل. الدين يتدخل بمسألة ناصح، مثل الطبيب اللي يتدخل في كل شيء، يقول أكل ماي رمان ولا تأكل نفس الرمان، شنو فرقه؟ ما يخصك أنت، أنا طبيب، ما يخصك أنا، أنت اشرب ماي رمان بس رمان لا تأكل، شنو الفرق؟ هو معلوم. أقول قطعا هناك حكمة، الرمان نفسه هذه شو اسمه، الحبيبات اللي موجودة هذه تقعد على المعدة تسبب لك إمساك، تذبحك ذبح، هذه حكم. بس مو بالضرورة الطبيب يبين هذه الحكم. الطبيب كيف يتدخل في كل شيء؟ أنا غاشوقة أرد أشيلها ملعقة، يقول لي هذا عقمها، دير بالك هذه الغاشوقة، هاي القفشة عقمها. كل حركة شلون؟ فالطبيب إنساني مو الله، فالطبيب إنساني خبير في الميكروب في الشسمة، يتدخل يعطيني سلوك حياة في كل أبعاد حياتي، حتى المشط اللي أمسكه الطبيب يقول لي شلون مشط، ما يقول لي، يقول الطب، يضع هذا العلم اللي في الجزء منه هو الطب في كل المجالات. العلم يتدخل، العلم حتى مفردة الطبيب، شوفوا هاي في واحدة من المفردات تتدخل. الدين هكذا، الدين يضع للإنسان، ليست هناك فرض، إنما هناك طريقة حياة، يضع للإنسان بشكل مو إلزامي، بشكل مو واجب وحرام، لا، 99% من الدين هي نصائح، إنما أنت مذكر، قال صلى الله عليه وآله إنما أنا ناصح ليس أكثر. الدين هكذا، ولكن يتدخل. لذا هذا التنوع الهائل اللي موجود، هذه التناقضات الهائلة اللي موجودة، هذا الغموض الهائل اللي موجود، كل من جملة أسبابه هذا التنوع الهائل اللي موجود في كل أبعاد الحياة الحقيرة جدا، حتى الأمور الحقيرة. فالمشاعر الدينية تنطبع على كل شيء في الوجود، المشاعر الدينية، وهو مما يؤدي إلى تلاشي كل المفاهيم غير الدينية. أصلاً إحنا فد مفهوم غير ديني ماكو، كل شيء أكو فد طبعة دينية. فتشي جيب لي في الحياة إلى مفهوم استقلالي، ما إلى استكر ديني، يعني مش مفهوم بذاته ماكو. لما أكو انطباع أكو استكر، ماكو مفهوم مستقل في الدين. كل شيء في الحياة
إلا فد علامة، إلا فد لون ديني. هذا اللون الديني لا يقد على كل حال يخلو من أي شيء في الوجود، حتى النفس اللي تتنفسه، حتى اللافكر اللي ما تفكر به، حتى العدم اللي لا يمكن أن يوصف بوصف ويلون بلون، الدين يعطي لون، حتى العدم يعطي لون. أنت إذا ما ترتكب مثلا، أنا إذا عفوا معذرة ما أرتكب معصية، هاي عدم ارتكاب المعصية تارة لعدم قدرتي على المعصية، وتارة شنو لا لعزمي على عدم ارتكاب بالرغم من القدرة والميسورية. هذا عدم يعطي انطباع، هذا ثواب بالشكل عدم، وذاك ما بي ثواب، هذا عدم، أنا ما ارتكبت. هذا العدم يعطي جانبيا الدين، فالجانب في قمة الجنة، فالجانب تافه. حتى العدم المطلق، هذا مو عدم مطلق، هذا لا يخفى، عدم خاص، حتى العدم الذي لا يمكن أن ينطبع ينطبع. المطلب الأخير، أبرز المشاعر الدينية شنو هي؟ كثيرة، الأخلاقيات، المبدأ والمعاد، الوجود المطلق وهو الله تبارك وتعالى، الخوف من عذاب جهنم، الأمل في الخلاص في الحياة الثانية، مصير الإنسان، المبادئ والقيم، الخلاص من مآسي هذا العالم، العادل وما إلى ذلك. ما تنتهي الأبرز هم ما تنتهي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.